بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء، تحدثنا في المحاضرة السابقة على فترات الثقة، واتكلمنا على 4 فترات ثقة: فترة الثقة للوسط الحسابي، وفترة الثقة للنسبة، فترة الثقة للفرق بين المتوسطين، فترة الثقة للفرق بين النسبتين. النهاردة في الفصل الخامس هنتكلم على اختبارات الفروض الإحصائية. ايه المقصود بالفروض الإحصائية الأول؟ الفروض الإحصائية هي الفروض التي تتعلق بالمجتمع الإحصائي المسحوبة منه العينة، أو توزيع هذا المجتمع أو معالمه كالوسط الحسابي أو النسبة في المجتمع. بعض المفاهيم الهامة: إيه هو الفرض الإحصائي؟ الفرض الإحصائي هو تخمين أو استنتاج ذكي مبني على حيثيات معقولة أو منطقية، ولكنه ليس مبنيا على حسابات دقيقة خاصة بالمجتمع، لأننا نفترض أنه لا يمكن دراسة المجتمع بالكامل عن طريق الحصر الشامل، بل نحاول استنتاج أو الاستدلال على مقاييس المجتمع باستخدام بيانات ونتائج العينة. طبعا احنا اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت وقلنا ان انا ما اقدرش ادرس المجتمع ككل، طبعا قلنا لصعوبة طيلة الوقت والمجهود والتكاليف وكبر حجم العينة، كل ده يصعب علينا ان انا ادرس المجتمع كل، فبنحاول نتخلص من المشكلة ان احنا ندرس ناخد عينة من المجتمع وندرس العينة ونطلع خصائص العينة ونبدأ نعممها على هذا المجتمع. الفرض العدمي، اول حاجة عندي في الفروض هو الفرض العدمي، او بسميه الفرض الصفري، زنول هايبوزس. الفرض العدمي هو الفرض الاساسي المراد اختباره، ويرمز له عادة بالرمز H1. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي حسبت متوسط العينة في ظاهرة معينة، وطلع المتوسط مثلا للمتوسط يقول مثلا في كفر الشيخ مثلا 1000 جنيه. جالي ادعاء، طبعا المفروض ان هاخد 1000 جنيه اعممه على ايه؟ على المجتمع كل، احنا بناخد نتائج العينة ونعممها على المجتمع كل. جالي ادعاء وقال لي لا، ده المتوسط بتاع المجتمع 1200 جنيه. هذا الادعاء ده اللي انا بفرضه في الفرض العدمي. الفرض العدمي هو الفرض الاساسي المراد اختباره، يبقى انا عاوز اختبر هذا الادعاء، هل الادعاء ده صحيح ولا كلام الباحث اللي هو نتائجه من العينه هي اللي صحيحه. فانا بفترض اني هذا الادعاء في اول حاجه هو صحيح، يبقى ده بسميه الفرض العدمي. حتى بقول لك ايه، اذا كان المراد اختبار ان متوسط دخل الفرد في احدى المناطق هو 200 جنيه شهريا، فان هذا الفرد يكتب بالرموز كما يلي: اتش نوت حيث الميول تساوي 200. يبقى الفرد العدمي بفترض فيه تساوي او حال التحقق هذا الادعاء، ان واحد بيدعي عليا بيقول لي لا ده المتوسط 200 جنيه، فانا بفترض ان الفرد العدمي اتش بكتبه كده في الصيغه اللي انتم شايفينها دي، اتش نوت حيث ميو تساوي 200. طيب لو كلام الشخص للمدعي ده خطأ، يبقى لازم يبقى في عندي بديل. البديل هو الفرض البديل، بسميه الفرض البديل. الفرض البديل رقم 3 اهو. الفرض البديل هو الفرض اللي احنا هنقبله في حالة رفض الفرض العدمي. الراجل اللي ادعى عليا ان المتوسط 200 جنيه، انا افترضت ان المتوسط 200 جنيه، افترضت كلامه. مبدئيا انا بفترض كلامه صحيح. طيب ولو انا عملت اختباراتي ووجدت ان كلامه خاطئ، يبقى لازم يبقى في عندي بديل اقبله. البديل بسميه الفرض البديل، ذا الترناتيف هايبوثيسس. الفرض البديل هو الفرض اللي انا هقبله في حاله رفض الفرض العدمي، وبرمز له بالرمز ايه؟ بالرمز H1. خلاص كده؟ طيب حتى تعال نشوف كمثال بقى على بعضه ازاي اصيغ الفرض العدمي وازاي اصيغ الفرض البديل. الفرض العدمي ان انا اقول اتش نوت حيث الميول تساوي 200، الفرض البديل هو اتش 1
حيث الميول لا تساوي 200، حيث الميول لا تساوي 200. هجري اختباراتي واشوف، والله لو قبلت الفرض العدمي خلاص يبقى كلام المدعي دي صحيح، لو رفضت الفرض العدمي يبقى هقبل الفرض البديل وهو ان المتوسط لا يساوي كلام المدعي ده، وبالتالي انا هقبل نتائج اللي انا طلعتها اصلا منين؟ من العين. تمام كده؟ احيانا ممكن يبقى الفرض عباره عن، يقول لك ان 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 المتوسط اكبر من قيمه، يبقى لو المتوسط اكبر من قيمه اهو، ممكن يبقى الفرض البديل اتش 1 اكبر من 200، ممكن يبقى اتش 1 اقل، الميو اقل من 200، يعني كده. يبقى احنا خلصت الجزء اللي فات ايه؟ ان انا دلوقتي اختبرت الفروض او عندي فرضين، فرض العدمي والفرض البديل. الفرض العدمي هو ان انا باخد كلام هذا المدعي، هذا الادعاء، اخده ادرسه، افترض بس بصيغه ازاي، اتش نوت حيث الميو تساوي كلام المدعي 200 جنيه مثلا زي ما هو قال لي، لا ده المتوسط 200 جنيه، انا طلعت نتائج من العينه ان المتوسط مثلا 190 جنيه، هو قال لي لا ده المتوسط 200، خلاص تعالى نشوف، نجري اختبارات الفروض ونشوف الفيصل هل كلامك اللي صح ولا كلامي انا اللي صح. امتى يكون كلامه اللي صح؟ لو انا قبلت الفرض العدمي يبقى كلامه صح. امتى يكون كلامي انا اللي صح؟ اذا انا رفضت الفرض العدمي، اذا هقبل الفرض البديل اللي انا بصيغه في صوره اتش 1 حيث الميول لا تساوي ال 200 اللي هو كلام المدعي. تمام؟ طيب الخطا في اتخاذ القرار، عندي خطا من النوع الاول وخطا من النوع الثاني. الخطا من النوع الاول هو رفض الفرض العدمي بينما هو صحيح. خطا من النوع الثاني هو قبول الفرض العدمي بينما هو خاطئ. تعالى بقى نشوف مع بعض ازاي اصيغ او ما هي خطوات اختبار الفروض الاحصائيه. الخطوات دي بتتلخص في 5 خطوات. اول حاجه وضع الفرض العدمي اتش نوت، وعرفنا من شويه ازاي بصيغ الاتش نوت. 2 وضع الفرض البديل اتش 1، وعرفنا من شويه ازاي اصيغ الفرض البديل. ازاي اصيغ الفرض البديل؟ وقلنا طبعا احنا دايما قلنا الفرض العدمي دايما حالة التساوي، الفرض البديل قلنا من شوية بياخد 3 حالات، يا اما لا يساوي، يا اما اكبر من قيمة الفرض العدمي، يا اما اقل من قيمة الفرض العدمي. هل في احتمال رابع؟ اذا كنت انا بفترض ان الفرض العدمي اتش نوت تساوي 200، الميو تساوي 200، اتش نوت حيث الميو تساوي 200. لو انا بفترض ان الفرض العدمي اتش نوت حيث الميو تساوي 200، يبقى الفرض البديل يا اما لا يساوي ال 200، يا اما اكبر من ال 200، يا اما اقل من ال 200، كلها احتمالات. يبقى تاني حاجه هو صياغه الفرض البديل. تالت حاجه تحديد قيمه زد الجدوليه. تحديد قيمه زد الجدوليه. وقيمه زد الجدوليه احنا اتكلمنا عنها في الفصل السابق وهو فترات الثقة، وقلنا عندي 3 قيم لزد الجدولية هنركز عليهم، وهما عند درجة الثقة 90%، 95%، 99%. قلنا زد عند درجة ثقة 90% ب1645، زد عند درجة ثقة 95% ب1.96%، زد عند درجة ثقة 99% ب2.58%. وال3 درجات ثقة دول أنا عرفتهم في المحاضرة السابقة، هما دول اللي هيبقوا معايا. على حسب درجة الثقة أنا هاخد قيمة زد الجدولية. رقم 4 قيمة زد الإحصائية. قيمة زد الإحصائية. زد الإحصائية بقى عندي لها، لكل حالة هدرسها لها قيمة زد الإحصائية. لو أنا طبعا إحنا خدنا في إحنا طبعا خدنا في الفصل السابق 4 فترات ثقة، للمتوسط وللنسبة وللفرق بين المتوسطين وللفرق بين النسبتين. اذا انا عاوز هنا 4 قيم لزد الاحصائية، 4 صيغ لزد الاحصائية. زد الاحصائية المتوسط،
زد الإحصائية للنسبة، زد الإحصائية للفرق بين المتوسطين، زد الإحصائية للفرق بين النسبتين، هي نفس الأربعة اللي أنا قلتهم. تمام؟ هنا برضو هناخد زيادة على كده، هناخد زد في حالة الوسط حسابي، هناخد هندرس فيه القيمة الإحصائية في حالة عينات كبيرة وعينات صغيرة. في حالة الفرق بين المتوسطين أيضا هندرس القيمة الإحصائية في حالة العينات الكبيرة والعينات الصغيرة. تعال نشوف مع بعض الإحصائية في حالة اختبار الوسط الحسابي. لو احنا لو الغرض من الدراسة هو اختبار متوسط او اختبار الوسط الحسابي، لو كان الغرض هو دراسة الوسط الحسابي، لو كان الغرض هو دراسة الوسط الحسابي، فإن قيمة زد الإحصائية بسميها زد إكس بار، هي عبارة عن إكس بار ناقص ميو على سيجما على جذر إن. أعتقد الإكس بار هو الوسط الحسابي للعينة، السيجما هو الانحراف المعياري للعينة، الإن سمول هو حجم العينة، والميو هو الوسط الحسابي للمجتمع، وده هيبقى إيه؟ هيبقى قيمة الفرد العدمي وهو إدعاء الشخص. هذه الإحصائية في حالة العينات الكبيرة إن أكبر من 30، أما إذا كانت الإن أصغر من 30 فقيمة زد الإحصائية بعرفها برمز جديد اسمه تي، هو عبارة عن إكس بار ناقص ميو على إس على جذر إن. أيضا الإكس بار هو الوسط الحسابي والميو، طبعا الوسط الحسابي في العينة، والميو هو الوسط الحسابي في المجتمع وادعاء الشخص، الإس هو الانحراف المعياري للعينة، الإن هو حجم العينة. طبعا الاس في حاله العينه الصغيره، الانحراف المعياري في حاله العينه الصغيره برمز له بالرمز اس، في حاله العينه الكبيره برمز له بالرمز ايه زي ما انتم شايفين سيجما. طبعا التي ديت لها توزيع بدرجات حريه ان ناقص واحد. بعد كده زد الاحصائيه في حاله اختبار النسبه، اذا كان الغرض من الدراسه هو اختبار النسبه فان زد بي هات، بي فوقها 8 كده بنتنطق بي هات، هي عبارة عن بي هات ناقص بي على الجذر التربيعي لبي في 1 ناقص بي على ان. البي هات هي النسبة في العينة، والبي هي النسبة في المجتمع وهي ادعاء الشخص، البي هي النسبة في المجتمع او هي ادعاء الشخص. بعد كده عندي الإحصائية في حالة اختبار الفرق بين متوسطين في حالة عينات كبيرة، بسميها زد إكس واحد بار ناقص إكس اتنين بار، هي عبارة عن إكس واحد بار ناقص إكس اتنين بار على الجذر التربيعي سيجما واحد تربيع على إن واحد زائد سيجما اتنين تربيع على إن اتنين. بعد كده عندي الإحصائية في حالة اختبار الفرق بين متوسطين في حالة عينات صغيرة، برمز لها بالرمز دي، هي عبارة عن إكس واحد بار ناقص إكس اتنين بار على الجذر التربيعي إس تربيع على إن واحد زائد إس تربيع على إن اتنين. ما هي طبعا الإكس واحد بار والإكس اتنين بار هو المتوسط في العينة الأولى والمتوسط في العينة التانية، الإن واحد هو حجم العينة الأولى والإن اتنين هو حجم العينة التانية زي ما خدنا في المحاضرة السابقة. الجديد عندي في القانون هنا هو الإس، الإس تربيع هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن إن واحد ناقص واحد في إس واحد تربيع زائد ان 2 ناقص 1 في اس 2 تربيع على ان 1 زائد ان 2 ناقص 2، حيث الاس 1 هو الانحراف المعياري في العينه الاولى والاس 2 هو الانحراف المعياري في العينه الثانيه. بعد كده عندي الاحصائيه في حاله اختبار الفرق بين النسبتين في حاله عينات كبيره، زد بي 1 هات ناقص بي 2 هات، هي عباره عن بي 1 هات ناقص بي 2 هات على الجذر التربيعي لبي هات في 1 ناقص بي هات على ان 1 زائد بي هات في 1 ناقص بي هات على ان 2. البي 1 هات والبي 2 هات، البي 1 هو النسبه في العينه الاولى والبي 2 هو النسبه في العينه الثانيه اذا كان الغرض من الدراسه هو دراسه عينتين، والبي هات هي عباره عن ان 1، البي هات اللي هي في المقام دي هي عباره عن ان 1 بي 1 هات زائد ان 2 بي 2 هات على ان 1 زائد ان 2. رقم 5، طبعا احنا كده الخطوه رقم 4 تاني استعرضنا فيها قيمه زد الاحصائيه في حاله
الحالات الأربعة، وهي الوسط الحسابي، النسبة، الفرق بين المتوسطين، الفرق بين النسبتين، لكل واحدة لها زد إحصائية. ضفنا عليهم في حالة الوسط الحسابي، لو طبعا كل واحدة لها زد الإحصائية، كل العينات كبيرة، حجم العينة أكبر من 30، ضفنا حاجتين اتنين، لو كان حجم العينة أقل من 30 فعندي تي الإحصائية في حالة الوسط الحسابي، وإذا كان عندي حجم العينة أقل من 30 فعندي تي الإحصائية للفرق بين المتوسطين. دول ضفناهم، يبقى عندي لو جيت أبص لملخص الخطوة رقم 4 عندي 6 علاقات لزد أو للقيمة الإحصائية. نقول بقى القيمة الإحصائية، مش هنقول لزد، ليه نقول القيمة الإحصائية؟ لأن لو القيمة، لو حجم العينة كبير يبقى هتبقى زد الإحصائية، لو حجم العينة صغير أقل من 30 هتبقى تي الإحصائية. يبقى عندي 6 قوانين لإيجاد القيمة الإحصائية في الخطوة رقم 4 من اختبارات الفروض الإحصائية. الخطوة رقم 5 بسميها المقارنة واتخاذ القرار. بمعنى إيه؟ بنقارن قيمة الإحصائية اللي احنا جبناها في الخطوة الرابعة، الخطوة السابقة دي، مع حدود منطقتي القبول والرفض. الحدود دي انا هبينها في مثال جاي ان شاء الله عشان تبان تعرف ايه هي الحدود، وهي منطقة الحدود ومنطقة القبول والرفض. لكن هقول دلوقتي لو كانت زد الإحصائية اقل من زد الجدولية اللي احنا خدناها في الخطوة رقم 3، فإن القرار هو قبول الفرض العدمي ورفض الفرض البديل. أما إذا كانت زد الإحصائية أكبر من زد الجدولية فإن القرار هو رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل. ياريت لو معك جنبك كشكولك وقلمك اكتب وراي اللي أنا بقوله ده. بقول تاني اختصارا للكلام اللي مكتوب ده، اكتب كده، لو إذا كانت زد الإحصائية أقل من زد الجدولية فإن القرار هو قبول الفرض العدمي ورفض الفرض البديل. بس كلمتين مختصرتين نفهم منهم اتخاذ القرار في نهاية اختبارات الفروض الإحصائية. أما إذا كانت زد الإحصائية أكبر من زد الجدولية فإن القرار هو رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل. وده اللي انا هبينه في مثال من خلال تحديد منطقتي القبول والرفض من خلال رسمة منحنى التوزيع الطبيعي. تعال نشوف بقى، ناخد تطبيقات على الكلام ده بقى، اختبار الفروض للوسط الحسابي. تعال ناخد مثال، بيقول لك عينة عشوائية حجمها 49 شخص اختيرت من افراد دولة ما، فاذا كان الوسط الحسابي لدخول الافراد الاسبوعية في العينة هو 75 دولار، كيف يمكن اختبار الفرض العدمي؟ لأن متوسط الدخل الأسبوعي لمواطني هذه الدولة يساوي 72 دولار مقابل الفرض البديل أنه لا يساوي 72، وذلك بمستوى معنوية 5% إذا علمت أن الانحراف المعياري لدخول الأفراد يساوي 14 دولار. إيه اللي أنا شفت؟ إيه اللي أنا خدته من المثال ده؟ أول حاجة، لك هشكولك جنبك اكتب ورايا، أول حاجة بقول لك عينة عشوائية حجمها 49 شخص، يبقى إن تساوي 49. لما جه يحسب المتوسط الدخل لل 49 شخص طلع الاكس بار او الاكس شرطه ب 75 دولار. اكتب اكس شرطه تساوي 75. ايه المطلوب؟ طبعا انا ممكن في السؤال في الامتحان مش هكتب لك بقى السطر من اول كيف يمكن ومش عارف ده كله، انا هكتب لك جمله بسيطه اهي واعرفها ورايا، اختبر الفرض القائل بان المتوسط يساوي 42 دولار فقط بمستوى معنوية 5% وانحراف معياري 14 دولار. تاني اكتب ورايا الجملة دي من اول كيف حتى نهاية المسألة، الجزء ده انا مش هجيبه في الامتحان في المسألة. طب ايه اللي هجيبه بداله؟ ده لو جبت المسألة يعني، ايه اللي هجيبه بداله؟ السطر ده، اختبر، اكتب ورايا، اختبر الفرض القائل بان المتوسط يساوي 72 دولار بمستوى معنوية 5% وانحراف معياري 14 دولار. اقول تاني اختبر الفرض القائل بان المتوسط يساوي 72 دولار بمستوى معنوية 5% وانحراف معياري 14 دولار. تعال نشوف بقى الحل. الحاجات اللي احنا قلنا حجم العينة هو كذا والسيجما هي كذا اللي هي الانحراف المعياري واكس بار ب 75
والميو اللي هو متوسط المجتمع اللي احنا قلنا ايه الفرد، اختبر الفرد القائد بان المتوسط يساوي 72. ال 72 دي هي الميو. الفرد العدد، تعال نصيغ الفروض. الفرد العدد ما قلنا هو ايه؟ هو ان هو اتش نوت حيث الميو تساوي 72 اللي هو صحه هذا الادعاء. الفرد البديل هو مرموز له برمز اتش 1 حي هو ميو حيث ان الميو لا تساوي هذا الادعاء فهي لا تساوي 72. ثلاثه زد الجدولين. احنا قلنا عندنا من المحاضره السابقه زد اخترنا او اختصرنا كلامنا على ثلاث قيم للزد، قلنا بمستوى معنويه 10% و5% و1%. هنا عندي مستوى المعنويه 5% معناه ان درجه الثقه 95% متم من 5% حتى 100% يبقى درجه الثقه 95%. قلنا لما تبقى درجه الثقه 95% يبقى الزد الجدوليه كام؟ ب1.96%. طيب هنا انا عملتها ليه زد؟ خلي بالنا لان انا عندي حجم العينه ان كام؟ ب49. 49 اكبر من 30 عشان كده هشتغل على زد الايه؟ زد الاحصائيه. اما لو كانت قيمه الان دي اقل من 30، لو كانت 20 يبقى كنت مش هشتغل هنا زد الجدوليه، كنت هقول تي الجدوليه. تي الجدوليه خلاص؟ وطبعا انا لو قلت لك الامتحان مساله عينه صغيره يبقى قيمه تي الجدوليه احنا ما اتكلمناش عنها خالص، انا هديها لك معطى في المساله. قيمه تي الجدوليه انا هديها لك، اما تي الاحصائيه احنا خدناها في العلاقات السابقه، تكتب العلاقه وتعوض فيها وتحسب زد الايه؟ وتحسب تي الايه؟ تي الاحصائيه. يبقى هنا زد الجدوليه ب1.96. زد المحسوبة أو الإحصائية، بما أن العينة كبيرة فإن زد الإحصائية هي عبارة عن إكس بار ناقص ميو على سيجما على جذر إن، دي العلاقة لسه واخدينها. طيب تعال نعوض بقى، يبقى 75 ناقص 72 على 14، إكس بار ب 75 وميو ب 72 والسيجما ب 14 على جذر إن جذر 49، يطلع ب 3 على 4 على جذر 7، جذر 47 بسبعة تطلع في النهاية بكام؟ 1.5. تعالى بقى خمسة المقارنة واتخاذ القرار. طبعا احنا قلنا طبعا لما كنت قلت لكم احنا بنفترض ان اذا كان زد الاحصائية اقل من زد الجدولية والعكس، او الطريقة الثانية ان انا ارسم منحنى التوزيع الطبيعي بالصورة اللي قدام كده، هي ادي الجزء اللي متظلل ده معناه ان هنا زد الجدولية ب1.96%، وهنا على اليسار يبقى زد الجدولية بسالب 1.96%. إذا كانت زد الإحصائية قيمتها في ما بين سالب 96% و 91%، يعني في ما بينهم هنا، فدي بسميها منطقة القبول. أما إذا كانت على طرفي المنحنى فبسميها منطقة الرفض. يعني إذا كانت زد الإحصائية أكبر من القيمة دي يبقى رفض الفرض العدمي، أما إذا كانت زد الإحصائية داخل هذه المنطقة فدي معناها منطقة القبول، يعني قبول الفرض الإيه؟ قبول الفرض العدمي. فطبعا احنا قيمه زد الاحصائيه بتاعتنا اللي احنا مطلعينها طبعا بدرجه صحه 95%، قيمه زد الاحصائيه طلعت ب1.5، فال1.5 طبعا هتبقى ايه؟ هتبقى هنا اقل من 1.96%. واخدين بالكم معايا؟ ال1.5 هتبقى ايه؟ هنا اقل من 1.96%، معناه ان زد الاحصائيه تقع في منطقه القبول. اذا القرار هو قبول الفرض العدمي ورفض الفرض البديل، اي ان متوسط دخول الافراد الاسبوعيه في هذه الدوله يساوي فعلا 72 دولار في مستوى معنويه 5%. تمام؟ طيب مثال ثاني على اختبارات اختبار الفروض للنسبه. يدعي احد المرشحين في الانتخابات انه سيحصل على نسبه 70% من اصوات الناخبين عندما تجرى الانتخابات، والاختبار هذا الادعاء تم اختيار عينه عشوائيه من الناخبين حجم العينه 100 ناخب، ووجد ان نسبه من يؤيدون المرشح في العينه هي 60%. اختبر مدى صحه ادعاء المرشح بان نسبه في المجتمع هي 70%، مقابل الفرض البديل ان النسبه اقل من 70% وذلك بمستوى معنويه 5%. يبقى ايه اللي عندي هنا؟ عندي عينه حجمها 100 فرد، درست نسبه المؤيدين للمرشح في العينه طلعت 60%، يبقى البي هات 60%. المرشح ده بيقول ايه بقى؟ بيدعي بيقول لا ده انا نسبه المؤيدين ليا 70%. ماشي؟ برضه انا هاجي اقول لك هنا في المطلوب ايه؟ اختبر الفرد القائل بان نسبه المؤيدين 70% بمستوى معنويه 5%. بس. ها؟
تعالى بقى يبقى انا عندي ان ب 100 والبي هات ب 60%، يعني 60% يعني 60 على 100 6/10، والبي اللي هي نسبه في المجتمع 70% يعني 7/10، يبقى 1 ناقص بي هي 1 ناقص 7/10 3/10. صيغ الفروض: الفرض العدمي هو اتش نوت حيث البي تساوي 7/10، الفرض البديل هو اتش 1 حيث البي اقل من 7/10. طبعا انا كتبت هنا اقل لان هو هنا في المساله ما قاليش مقابل الفرض البديل لا يساوي 70%، هو قال لك مقابل الفرض البديل ان النسبه اقل من 70. احنا قلنا الفرض البديل ممكن ياخد صوره لا يساوي، صوره اقل من، صوره اكبر من، خلينا فاكرين مع بعض. فانا يعني انا هنا طبقت اقل من طبقا اللي هو قاله لي في المساله، عشان ما تجيش تقول لي هو اشمعنى المره دي حطينا اقل من، لان هو قال لك مقابل الفرض البديل ان النسبه اقل من 70%. لو انا ما قلتلكش كلمه مقابل الفرض البديل يبقى انت دايما هتفترض ان الفرض البديل هو حاله عدم التساوي، فتقول لي البي لا تساوي 7/10. اذا انا ما قلتلكش ايه، اذا انا ما اديتش معلومات عن الفرض البديل خالص. طيب زد الجدوليه زي ما تعودنا بدرجه الثقه 5 بتساوي عناوين 5%، يعني درجه الثقه 95%، يعني زد الجدوليه 1.96%. زد المحسوبه في حاله النسبه هي بي هات ناقص بي في على الجهاز التربيعي البي في 1 ناقص بي على ان، البي هات اللي هي نسبه العينه ب 6/10 ناقص البي ب 7/10 على بي 7/10 في 1 ناقص بي جبتها من شويه ب 3/10 على حجم العينه ب 100، هتطلع زد الإحصائية في حالة النسبة بسالب 2.17%. 5 اتخاذ القرار: بمقارنة قيمة زد الجدولية التي حصلنا على زد التي حصلنا عليها في الخطوة رقم 3 ولا تساوي 1.96% بقيمة زد المحسوبة ولا تساوي سالب 2.17%، نجد أن قيمة زد المحسوبة تقع في منطقة الرفض. فإن القرار لو أنت جيت على الرسمة اللي فاتت وشفت سالب 2.17% أين تقع؟ هتلاقيها تقع على إيه؟ على يسار السالب 1.96%، إذا تقع في منطقة الرفض، إذا القرار هو رفض الفرض العدمي اللي هو النسبة 70%، وقبول الفرض البديل بأن النسبة أقل من 70% وذلك بمستوى معنوية 5%. تمام؟ بعد كده هناخد دلوقتي اختبارات الفروض في حالة الفرق بين المتوسطين في حالة عينات كبيرة. مثال: لو عندي بيانات عينتين عشوائيتين مستقلتين مسحوبتين من منطقتين لمقارنة متوسط عمر الناخب فيها، كان حجم كان متوسط العينة الأولى 35، متوسط العينة الثانية 29، حجم العينة الثانية 80، حجم العينة الأولى 100. بيقول لك بمستوى معنوية 5% اختبر الفرض العدمي أن متوسط عمر الناخب في المنطقة الأولى يساوي متوسط عمر الناخب في المنطقة الثانية. يعني هنا عايزك يفترض الفرض العدمي أن ميو واحد يعني متوسط المجتمع الناتج عن العينة الأولى يساوي متوسط المجتمع الناتج عن العينة الثانية، يبقى الفرض العدمي هيبقى صياغته اتش نوت حيث ميو واحد تساوي ميو اتنين. الكلام ده قال لك اذا كان الانحراف المعياري للعينه الاولى يساوي 60، بس هنا التباين لان ده سيجما 1 تربيع وسيجما 2 تربيع بكام؟ ب 32. الحل: قلنا الفرض العدمي حاله التساوي يبقى هفترض ان الميو 1 تساوي ميو 2، الفرض البديل حاله عدم التساوي هفترض ان الميو 1 لا تساوي الميو 2، زد الجدوليه بدرجه صيغه 95% يبقى زد ب 1.96%، زد المحسوبة اللي احنا خدناها زد اكس 1 بار ناقص اكس 2 بار هي عبارة عن اكس 1 بار ناقص اكس 2 بار على الجذر التربيعي لسيجما 1 تربيع على ان 1 زائد سيجما 2 تربيع على ان 2. بالتعويض عن القيم دي اللي احنا اللي في المثال، يبقى اكس 1 بار كانت بكام؟ ب 35، و اكس 2 بار يبقى اكس 1 بار ب 35 ناقص اكس 2 بار ب 29 على سيجما 1 تربيع ب 60 على ان 1 ب 100 زائد سيجما 2 تربيع ب 32 على ان 2 ب 80، يطلع لك 35 ناقص 29 ب 6، معلش خلي عدل دي خليها 6 بس، 6 على الجذر التربيعي 6/10 زائد 4/10 يطلع لك 6 على جذر 1، يطلع لك قيمه زد الاحصائيه بكام؟ ب 6. اتخاذ القرار:
زد الجدولية قيمتها ب91%، وزد الإحصائية قيمتها ب6. علاقة زد الجدولية بزد الإحصائية، لو لاحظت إن الستة هتلاقيها تقع على أكبر من 91%، يعني في الطرف الأيمن لمنحنى التوزيع الطبيعي، يعني تقع في منطقة الرفض. إذن القرار هو رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل بمستوى معنوية 5%، أي أن عمر الناخب في المنطقة الأولى لا يساوي عمر الناخب في المنطقة الثانية. ماشي؟ يعني احنا هنقبل الفرض الايه؟ هنقبل الفرض البديل ونرفض الفرض الايه؟ ونرفض الفرض العدمي. هناخد اختبارات الفروض الإحصائية في حالة الفرق بين متوسطين في حالة عينات صغيرة. عينات صغيرة يعني العينة أقل من 30. البيانات مثال بيانات التالية تمثل، خش على مثال على طول، بيانات التالية تمثل نتائج عينتين عشوائيتين مستقلتين مسحوبتين من مدينتين من أعمار الناخبين بها. كان حجم العينة الأولى 10 وحجم العينة الثانية 10، إكس 1 بار ب28، إكس 2 بار ب26، إس 1 تربيع ب50، إس 2 تربيع ب30. اختبر الفرض العدمي إن 101 تساوي 102 مقابل الفرض البديل 101 لا تساوي 102، وذلك بمستوى معنوية 5% بافتراض أن الأعمار في المدينتين لهما توزيع طبيعي. وتي تي الجدولية، أنا قلت لك تي الجدولية، أنا هديها لك تي الجدولية هي عبارة عن 2 و101 من ألف. طيب واحد يقول لي إيه القيمة اللي تحتها ديت؟ إيه تي 25 من ألف 18؟ التي الجدولية هي عبارة عن تي عند ألف على 2 ودرجة حرية إن 1 زائد إن 2 ناقص 2، يعني تي أوف ألف على 2. اكتب كده تي أوف ألف على 2 ودي إف. الدي إف اختصار لديجري أوف فريدم، درجات الحرية. الديجري أوف فريدم درجات الحرية هي عبارة عن إن 1 زائد إن 2 ناقص 2، فأنت عندك إن 1 ب 10 وإن 2 ب 10، 10 زائد 10 ب 20، 20 ناقص 2 بكام؟ ب 18. فهي دي كلمة 18 اللي موجودة هنا. دي كام؟ 25 من 1000. تعال شوف، وقال لك درجة صار كام؟ 5%. مستوى معنوية 5%، يعني 5 من 100، 5%، يعني 5 اللي هي الألفة، 5 من 100، 5 من 100 على 2، 5 من 100 على 2 اللي هي 25 من 1000 و18، يبقى احنا عرفنا يعني ايه تي 25 من 100 و18 بيساوي كذا. يعني طبعا ممكن اجي في الامتحان واجيب لك امتحان سؤال اختياري واقول لك تي الإحصائية تي الجدولية تساوي، واديك اكتر من قيمة نختار منها. طبعا هختار تي المناظرة ل 25 من 1018 اللي هي المناظرة ل الفا على 2 وديجري اوف فريدم للمسألة بتاعتي. وقلنا ازاي بحسب الفا على 2، يبقى التي دي اصلها تي اوف الفا على 2 ودي اف. الالفا على 2 اللي هو الالفا لمستوى المعنوية 5%، يبقى 5 من 100 على 2 يعني 25 من 1000. والدي اف اللي هي الديجري اوف فريدم، دي اف بتساوي ان 1 زائد ان 2 ناقص 2، يعني 10 زائد 10 ناقص 2 يعني 18. يبقى هيبقى الاختيار الصحيح هي التي المناظرة الالفا على 2 ودي اف للمسألة بتاعتي. الحل، الفرض العدمي هو ان ال 101 تساوي 102، الفرض البديل ال 101 تساوي 102، تي الجدولية، خلي بالك قلنا بقى تي اهي وقلنا الزد لان العينات صغيرة، هي 2 و101 من 1000، تي المحسوبة او الإحصائية القانون بتاعها اللي احنا خدناه قبل كده، اكس 1 بار ناقص اكس 2 بار على اس تربيع على ان 1 زائد اس تربيع على ان 2، حيث الاس تربيع بيساوي ان 1 ناقص 1 في اس 1 تربيع زائد ان 2 ناقص 1 في اس 2 تربيع على ان 1 زائد ان 2 ناقص 2. مجرد رموز هنعوض عنها من المسألة، ان 1 عندي بكام؟ ب 10 ناقص 1 في اس 1 تربيع كانت ب 50 زائد ان 2 ب 10 ناقص 1 في اس 2 تربيع ب 30 على ان 1 ب 10 زائد ان 2 ب 10 ناقص 2، يطلع لك اختصر ده 9 في 50 زائد 9 في 30 على 18، يطلع لك 720 على 18، تطلع لك قيمة الاس تربيع بكام؟ قيمة الاس تربيع ب 40. هنروح نعوض بقى في قيمة تي الإحصائية.
هيطلع لي ان تي الاحصائيه بسبعة من عشرة بالمقارنه، ايه علاقه السبعة من عشرة بمقارنه تي الجدوليه التي تساوي 2.101 من 1000 بقيمه تي المحسوبه والتي تساوي 7 من 10، نجد ان قيمه تي المحسوبه تقع في منطقه القبول، لان 7 من 10 اقل من 2.101 من 1000، اذا تقع في منطقه القبول، وبالتالي فان القرار هو قبول الفرض العدمي ورفض الفرض البديل، اي ان متوسط اعمار الناخبين في المدينه الاولى يساوي متوسط اعمار الناخبين في المدينه الثانيه، وذلك بمستوى معنويه 5%. اخر حاجه بقى هناخد اختبار الفروض الاحصائيه للفرق بين نسبتين. عندي مثال هو 5 لاختبار ما اذا كانت نسبه المؤيدين لبرنامج اقتصادي معين في المدينه الف يساوي نسبه المؤيدين لهذا البرنامج في المدينه ب، تم اختيار عينتين عشوائيتين مستقلتين من المدينتين، حيث حجم العينه الاولى يساوي حجم العينه الثانيه يساوي 100، يبقى دلوقتي عندي ان 1 يساوي ان 2 يساوي كام؟ يساوي 100. وكانت نسبه المؤيدين للبرنامج في عينه المدينه الف هي نسبه المؤيدين هي ب هات تساوي 7 من 10، ونسبة المؤيدين للبرنامج في عينة المدينة ب هي ب 2 هات يساوي 5 من 10. يبقى نسمي ده ايه؟ البي ده نسميها ب 1، يبقى عدلها انت خليها ب 1 هات تساوي 7 من 10. ونسبة المؤيدين للبرنامج في عينة المدينة ب 5 من 10. ايه المطلوب؟ اختبر الفرض العدمي ان نسبة المدينة النسبة في المدينتين متساوية، مقابل الفرض البديل انها غير متساوية، وذلك بمستوى معنوية 1%. يبقى ايه اللي عندي من المساله دلوقتي؟ عندي حجم العينه الاولى ان 1 ب 100، حجم العينه الثانيه ان 2 ايضا ب 100 اللي متساويتين، ب 1 النسبه في العينه الاولى ب 7 من 10، ب 2 النسبه في العينه الثانيه 5 من 10، مستوى المعنويه 1%. الحل الفرض العدمي، هفترض الفرض العدمي اتش نوت حيث البي 1 تساوي البي 2 تساوي النسبتين في المنطقتين او المدينتين ا وب. الفرض البديل هو ان اتش 1 حيث البي 1 لا تساوي البي 2. 3 زد الجدوليه، عندي قال لك في المساله هنا قال لك بمستوى معنويه 1%، مستوى معنويه 1% معناه ان درجه الثقه 99%، وقلنا زد الجدوليه المقابله لدرجه الثقه 99% هي عباره عن 2.58%. يبقى زد الجدوليه هي عباره عن 2.58%. رقم 4 زد المحسوبة أو الإحصائية هي عبارة عن ب 1 هات ناقص ب 2 هات على جذر التربيعي لب هات في 1 ناقص ب هات على إن 1 زائد ب هات في 1 ناقص ب هات على إن 2، حيث الـ ب هات هي عبارة عن إن 1 ب 1 هات زائد إن 2 ب 2 هات على إن 1 زائد إن 2. يبقى أول حاجة عشان أجيب كلمة زد الإحصائية للفرق بين النسبتين، البي 1 البسط اللي هو البي 1 هات والبي 2 هات اللي هم النسبه في العينه الاولى والثانيه 7 من 10 و5 من 10، الان 1 والان 2 اللي هو حجم العينه الاولى وحجم العينه الثانيه 100. يبقى عندي ان انا عايز احسب مين؟ عايز احسب البي هات، راح اعوض فيها هحسب قيمه البي هات ان 1 ب 100 في بي 1 هات 7 من 10 زائد ان 2 ب 100 في بي 2 هات ب 5 من 10 على حجم مجموع العينتين 100 زائد 100، يطلع لك البي هات تطلع ب 6 من 10. طيب هنعوض بقيمه البي هات في زد الاحصائيه ديت، يبقى 7 من 10 ناقص 5 من 10 على الجذر التربيعي ل بي هات اللي هي جبناها ب 6 من 10 في 1 ناقص بي هات ب 4 من 10 على 100 زائد بي هات 6 من 10 في 1 ناقص بي هات اللي هي 4 من 10 على 100، يطلع لك قيمه زد الاحصائيه بعباره عن 2.899 من 1000. قلمه 5 المقارنه واتخاذ القرار، بمقارنه قيمه زد، لما اجي نقارن قيمه زد الجدوليه والتي تساوي 2.58 من 100 بقيمه زد المحسوبه والتي تساوي 2.899، نجد ان ايه علاقه، بص قيمه زد المحسوبه هنا او الاحصائيه اللي هي 2.899 وقيمه زد الجدوليه 2.58، نلاقي ان قيمه زد الاحصائيه او المحسوبه اللي هي 2.899 من 1000 اكبر من قيمه زد الجدوليه، اذا اكبر منها، اذا هتقع في منطقه الرفض، اذا القرار هو رفض الفرض العدمي
وقبول الفرض البديل، أي رفض الفرض القائل بأن نسبة المؤيدين للبرنامج الاقتصادي في المدينة ألف تساوي نسبة المؤيدين له في المدينة ب، وذلك بمستوى معنوية 1%، وقبول الفرض البديل بأن النسبتين غير متساويتين. تمام كده؟ وبكده كنت هنا من محاضرة اليوم. طبعا المحاضرة الفصل الخامس والفصل الرابع، الفصل الرابع هو اختبارات، هو فترات الثقة، والفصل الخامس تكلمنا فيه عن اختبارات الفروض الإحصائية. لازم تاخد بالك، تتوقع ان انا ممكن اجيب المسألة الفصل الرابع والخامس الاثنين مع بعض، ما هو الفصل الرابع بندرس فيه ازاي احسب فترة الثقة، والفصل الخامس ازاي اختبر الفروض الإحصائية. ممكن نجمع المسألتين الاثنين مع بعض، ويبقى المطلوب الأول هو إنشاء فترة ثقة، والمطلوب الثاني هو اختبار الفرض القائل بأن مثلا المتوسط تساوي كذا، بأن النسبة تساوي كذا، بأن الفرق بين، بأن المتوسطين متساويين، بأن نسبتين متساويين. كل ذلك ممكن نطلبه بالصورة دهية. وبكده نكون انتهينا من محاضرة اليوم، مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح والسداد. واي حد له اي استفسار ممكن يكلمني، الناس كل معظم الناس تقدر تتواصل معي عن طريق الفيسبوك على الخاص، اي حد له استفسار ممكن يكلمني، واللي معاه رقمي برضو ممكن يكلمني، انا اقدر اجاوب عليك في اي حاجه انت عايزها. وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.